وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى ووعد فوفى وأوعد فعفى فله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالالتجاء لواحد أحد، فلا ملك يلاذ به ولا من أرسلا، ما لي سوى رب السماوات العلى، فهو المؤمل في الشدائد والبلا، وهو المرجى إذ يعم الابتلا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وخذل الباطل وأبلى جديده، وتمم مكارم الأخلاق بخلاله الحميدة وأقواله السديدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. هدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفا، ما أرهفت وأرعفت يراعى في مهرق ينابع البراعة، وجلل الرعد وسح مزنه، وهب شمل ومال غصنه. أما بعد أيها الأحبة، فالشوق للقياكم حدث ولا حرج، والحديث معكم زهر يفوت منه الأرج، فاسألوا من دب ودرج باللوى والمنعرج، والوجوه تشهد بلا عوج، فالبشر قد ملأ الوجوه نضارة، فتكاد من فرط النضارة تقطر، يا من بطلعتهم يلوح لنا الندى، وبيمني تيمنهم نزيد تيمنا، بكم اتحدت هدى فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا. أيا غرا بهاري أبطال ميامين، قادة الجحافل وصدور المحافل، ألا نضر الله هذه الوجوه وضاحة الأثارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تغنيك طلعتها عن نبض منطقها، والوجه يروي فصيح القول أحيانا، في ليلة مزجت سرور صباحها بمسائها، ومساءها بصباحها، غراء يعبث عقدها بمشاحها، بتحية الإسلام نحييكم، تحية تعلم حياكم، وتنتعش برياكم، غراء محجلة طاهرة مبجلة، تحرك الضمير وتقي الجمع من التكفير، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كعرف الطيب غب الهواطل، ألذ من التعليم في قلب جاهل، ألذ من التسديد في جفن ساهل، فأهلا وسهلا ما رست ثم يبذلي، ما جال ذكر الزاد في قلب مرملي، ومن شرحت نفس امرئ غريب لثوب قشيب ناله بعد مثملي. حياكم الله وبياكم أيها الأحبة في هذه الديوانية المباركة، أسأل الله العظيم أن يثيب القائمين عليها، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية، وأن يزيدوا لنا من هذه اللقاءات المباركات. وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة على حضوركم وتفاعلكم في مثل هذه اللقاءات. نرحب باسمكم جميعا بضيوفنا لهذه الليلة، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وفضيلة الشيخ محمد بن أحمد بافضل، كما نرحب بفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة. حياك الله كثير. وكذلك نرحب بالدكتور يوسف، فأهلا وسهلا بكم أيها الأكارم. خير بداية ما نبدأ به هذه الجلسة المباركة آيات بينات تتلوها على ما سمعنا القارئ إبراهيم بافضل، ومن ثم تنتقل المايك إلى المشايخ الأفاضل ليتعفونا بما لديهم. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون،
والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير كذلك ما الذين من قبلهم من رسل إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوك وذكر فإن الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت سبحانه وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين مرة أخرى نشكرك يا ربنا
ألا ما أثنيت؟ الحمد لله. ألا ما أعطيت؟ الحمد لله. فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضى عنا. آمين يا رب. آمين. لقاء جميل ومفيد بمن الله وكرمه. ولا يخفى عليكم، وذرى لي قاري جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، آيات من سورة الذاريات، وسمعتم قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا كان معلوما عن الغنى للأجسام أن ذاك حسب صحة العبد وقوة استقباله للطعام، فكذلك الروح يستفيد العبد مما يسمع من آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما عنده من الإيمان بالله، بقدر ما عنده من الإخلاص لله. وكما يختلف الغنى عند الناس حسب صحتهم، هكذا السماع للآيات والأحاديث حسب ما عندهم من الإيمان والإخلاص للرحمن سبحانه. فلاحظ نفسك، أين أنت من الانتفاع؟ أين أنت من الاستفادة؟ تتلى عليك آية الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعفت في الاستقبال، ضعفت في الاستفادة، فعالج نفسك وأقبل على ربك. أسأل الله تعالى أن يجزيكم خيرا على حرصكم وإقبالكم، وأسارع ببشرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لكم، وهو يقول: ومن اتخذ طريقا، من اتخذ طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأشكر الابن المبارك بل الابنين المباركين صالح ومحمد على حرصهم على نفع إخوانهم، وإنما الأعمال بالنيات. أبشر، أحسن القصد، أحسن النية، واعلم أنك تعامل واحد أحد لا ينسى ولا يظلم الناس شيئا. فاشكره على ما بذل ويبذل من أجل نشر هذا الدين وتعليم الناس دين رب العالمين. وأصر كثيرا منه وهو يوالي نشر التفسير آيات من كتاب الله، وبتفسير إمام من الأئمة وشيخ راسخ العلم ابن سعدي رحمه الله، ولا يصيب دقيقة واحدة. وأعجب أناس يستثقلون دقيقة
جارح عمرك، تدارك نفسك، تطلع عليك آيات الله، ويسر لك كلام الله وتفسيره، كلام الله. وأنت معرض، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله الله بارك الله فيكم. كم هي الشكاوي، وكم هو الأنين، بل وكم هو البكاء في مشارق الأرض ومغاربها. والحل موجود، أين الذي يطلب؟ يا أخي يا بني، أول نبأ نزل من السماء مع نزول الأبوين آدم وحواء من السماء إلى الأرض، وتكرر مرارا في القرآن العظيم. قل الآية من سورة طه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال ربي، يا رب، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. أخي بني حبيبي، تدارك عمرك، تدارك نفسك، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومرة أخرى أقول شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لشيخنا حبيبنا سماحة الشيخ مصطفى. الله يغفر لنا ولك يا والد، الله يكرمك يا والد، ونرحب به. الله يبارك فيك والد، وجزاه الله خيرا على تلبية الدعوة. الله يكرمك يا والد، وقد أفاء الله عليه بنعمة التبليغ، نعمة الدعوة. الله الله الله، ويسر لأهل الخير هذا الخير، بارك الله فيك. الله يكرمك يا والد، الله يكرمك يا والد، انفع الناس، انفع الناس يا والد، اعجب له حيث ايه. الله يبارك فيك يا والد، اتجه الى صدق النصيحه ونجدها قليل عند الكثير من العلماء وطلبه العلم. اسمع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. شمر وأقبل على الله، وأبشر والله بما يسرك في الدنيا وفي الآخرة. ومرة أخرى ونحن بين آونة وأخرى نسمع الأنين والشكاوي الكثيرة، والحل موجود كما سمعت الآية والآيات الكثيرة في كتاب الله. ومن يتق الله
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. إلى الناس القرآن بقى. الله الله بارك الله فيك. عامل ربه، اخلص لربه وهو القادر، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحمد لله على ما أعطى وعلى ما من، وكلنا في شغف وفي رغبة إلى الاستماع من سماحة الشيخ. الله يغفر لي ولك يا رب. الله يكرمك يا والد. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. الله يكرمك يا والد. ومن الله علينا وعليه وعليكم جميعا. الله يبارك فيك. الهداية والتوفيق. آمين يا رب. لما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أحسن الله لك المثوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فحق لله ربنا أن يشكر، حق لله ربنا أن يحمد، هو أهل للحمد. صدق الله إذ قال وما بكم من نعمة فمن الله. يقربها شوية. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. وحق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الجهاز عشان ما يقطعش، ان نصلي عليه ونسلم سمعا وطاعه وامتثالا لامر الله. ركبه هنا عشان. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا رغبه في الاجر والثواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه. ثم لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأذكر أولا عميد آل بافضل والوالد الشيخ محمد بافضل حفظه الله تعالى وسلمه الله من كل مكروه وسوء، ومنذ شبابنا ونحن صغار نستمع إلى فضيلة الشيخ وتجواله في أنحاء المملكة العربية السعودية داعيا إلى الله، محببا الناس في ربهم، محببا الناس في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى التوحيد. فجزاه الله كل خير، جزاه الله كل خير على ما أفنى من عمره في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله. ثم الشكر موصول لأخي الشيخ الدكتور صالح بن فضل حفظه الله تعالى، رب هذا البيت، الذي بذل ويبذل من جهده ووقته وماله لنصرة دينه، جزاه الله كل خير. وهنيئا لك، فمن ساعد الناس على تعلم دينهم، من ساعد الناس على عبادة ربهم، هو متبع للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله قال في كتابه الكريم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين
عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبالقياس كل من ساعد الناس على الاقتراب من ربهم وسهل على الناس أمر عبادتهم فلن يتره الله عز وجل عمله أبدا. وأبشر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عمله. بارك الله فيكم جميعا وشكر الله خطاكم. وربنا وربكم يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالخطى التي خطوتموها إلى هذه الأماكن لتعلم دينكم ولتوطيد محبتكم لبعضكم في الله ستؤجرون عليها بإذن الله. فربنا رب كريم، جزاكم الله كل خير. خير مجلس مجلس يتلى فيه كتاب الله ويتعلم فيه كتاب الله وتتعلم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم فيه الفقه في الدين. فالرسول الأمين يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ويقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أرجو من إخواني أن يحتسبوا النية، أن يحتسبوا مجلسهم عند الله. فكما أنك تثاب إذا صمت، تثاب إذا تصدقت، تثاب إذا صليت، كذا تثاب إذا تعلمت. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا هنيئا لكم بتعلمكم. أيها الإخوة، لا أطيل، فتذكرتي كما تفضل الوالد الشيخ محمد حفظه الله تعالى بالتذكير بقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكر ببعض الأمور المتعلقة بالدعاء. أولا، لا يخفى عليكم أن الدعاء عبادة من العبادات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا رفعت يدي إلى الله: يا رب، أثاب، سواء استجيبت الدعوة في الظاهر أم لم تستجب، كلما مددت يديك إلى الله يا ربي تثاب على هذا الدعاء، فأنت في عبادة. لا يخفى عليكم شأن الدعاء، وأنه شأن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قبله زكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كل رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام سلكوا هذا السبيل، سبيل الدعاء. هل فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر إلا بدعوة من نوح واستجابة الله له: إني مغلوب فانتصر. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هل سخرت لسليمان عليه السلام الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، إلا بسبب دعوة: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هل رزق زكريا عليه السلام بالغلام على الكبر إلا بدعوته: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ إبراهيم الخليل، هل رزق بإسماعيل وإسحاق عليهما السلام
إلا بدعائه رب هب لي من الصالحين، وهكذا كل الأنبياء وكل الرسل شعارهم دعاء الله سبحانه. إن المصائب تنزل بالعباد، لماذا تنزل المصائب بالعباد؟ من أجل مقاصد إنزالها على العباد أن يرفع العباد الغافلون وغير الغافلين أيديهم إلى الله. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ لماذا أحيانا نخسر التاجر في خسارات في تجارته؟ لماذا أحيانا يمرض الشخص؟ كل ذلك قال ربنا: ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. شهد أن الدعاء مطلب عظيم وأهميته عظيمة، فوقفات قليلة مع بعض أداب هذا الدعاء. أولا، علينا أن نسأل الله أن يوفقنا لدعائه، فلن نوفق للدعاء إلا إذا وفقنا الله إليه، ولن نوفق إلى أطيب الدعاء إلا إذا وفقنا الله إليه. ألم تقرأوا قول الله تعالى لما أذنب أبونا الكريم عليه السلام؟ قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فمن الذي علم آدم الكلمات التي يقولها حتى يتوب الله عليه؟ إنه الله علم آدم عليه السلام وحواء عليه السلام أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالذي علمهما هو الله، علمهما كي يستجيب لهما. وكذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل: فأخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فالذي ألهم الرسول الدعاء بأطيب الكلمات هو الله، فلنسأل الله ذلك، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا دعاء الصالحين، دعاء الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ونظيره دعاء سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلنسأل الله أن يوفقنا لأطيب الدعاء وأجمل الدعاء. والشيء بالشيء يذكر، أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا كل شيء طيب فيها، حسنة الآخرة الجنة مع رضوان الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم. فنسأل الله أن يوفقنا لأطيب الدعاء. وفي دعاء الرسول: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فعلينا أن نسأل الله أن يوفقنا لأطيب الدعاء وأجمل الدعاء. علينا دائما وأبدا أن نسأل الله ذلك ولا ننفك عن ذلك. ثم علينا أن ندرك تماما أن الله أمرنا بالدعاء، وأننا إذا دعوناه أحبنا،
لا يا ابو غدمة، اذا سألتك شيئا قد تحزن مني بتكرار السؤال، لكن الله يحب منا ذلك. ادعوني استجب لكم، هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين. كلكم ضال الا من هديته، استهدوني اهدكم. كلكم عار الا من كسوته، استكسوني اكسكم. كلكم جائع الا من اطعمته، فاستطعموني اطعمكم. انكم تخطئون بالليل والنهار، وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. ايها الاخوه، اعلموا ان الله جل ذكره لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. لقد قال في كتابه الكريم: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات شداد، وما كنا عن الخلق غافلين. فهو الذي خلق السماوات الشداد السبع، وما غفل بخلقهن عن تدبير أمر النملة، وتدبير أمر الذبابة، وتدبير أمر النحلة، فضلا عن أمر الإنس والجن وسائر المخلوقات. قال العلماء في تفسيرها: ربي لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. فمن ثم ادعو الله بكل ما تريد، لا تنسى. فقد منك شيء، تبحث وتبحث وتبحث وانت ناسي. ناسي ماذا؟ ناسي ان تقول: يا رب رد الي ضالتي، يا رب رد الي حاجتي، تعبت ومرضت. وتذهب لهذا الطبيب وذاك، ولا تنسى ان تقول: اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك. تسعى وتكد وتنسى ان تقول: يا خير الرازقين ارزقني. ربنا لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. فكما اننا نسال الله الفردوس، ونساله ان يحفظ الاسلام والمسلمين، وان يحفظ هذه البلاد امنه مطمئنه، واهلها وقادتها على كتاب الله وسنه رسول الله، لا ننسى اذا دخلت في رجلنا شوكه ان نقول: يا رب اخرج الشوكه من رجلي. فان شخصا ما قال في شان الرسول: اذا شيك فلم تقش، يعني يا رب اذا دخلت في رجلي شوكه لا تخرج. فاسال الله الكبير كما تساله الشيء الصغير، واعلم ان الله عظيم. قال في كتابه: يسأله من في السماوات والأرض. ما دلالة الآية، ما دلالة الآية على عظمة الله؟ أنا أسأل الله، وأنت تسأل، وأبي يسأل، وأخي يسأل، والصغير يسأل، والكبير يسأل. ولسنا فقط الدودة التي تمشي في الصخور تسأل ربها، الوحش الكاسر في الغابة، الوحش الكاسر في الغابة، الأسد: يا رب ارزقني، أنا أنت خلقتني أطعمني، الحوت السابح في الماء، الصقور الجوارح والنسور، كل يسأل ربه، وهو سبحانه يسمعهم جميعا، يسمعهم جميعا. وإن شاء أعطاهم كل ما يريدون، كل ما يريدون، ولا ينقص ذلك مما عنده من شيء إلا كالمخيط إذا أدخل البحر. فلا تملوا من دعاء الله، لا تملوا ولا تيأسوا من دعاء الله. قد يتأخر الجواب، قد يتأخر الجواب حتى نزداد من الدعاء. وإذا ازددنا من الدعاء نثاب ونثاب، وترتفع درجاتنا عند ربنا الأعلى. أيها الإخوة، لافتة في الدعاء: لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. ثم لفتة: علل الدعوة، علل الدعوة. يا رب ارزقني، لماذا؟ يا رب ارزقني حتى أنفق في طاعتك، يا رب ارزقني حتى أكفل الأيتام، يا رب ارزقني لا أريد تعاليا على العباد، يا رب ارزقني أبر والدي، أطعم زوجتي وأعفها،
اللهم اشف عبدك انت ولك عدو ولو يمشي في جنازه علم الدعوه. زكريا عليه السلام علم الدعوه قال واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا خفت من بني امومتي الا يقيموا دينك يا رب فهب لي من لدنك وليا اي يقيم دينك واجعله رب رضيا. علم الدعوه. الخليل قال وارزقهم من الثمرات لماذا؟ قال لعلهم يشكرون لعلهم يشكرون. فعلم الدعوه. نوح يدعو عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا لماذا؟ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فبين سبب الدعوه وليكن سببا مشروعا والله لا يخفى عليه شيء لكن بيانها اتبع لرسول الله عليه الصلاه والسلام. دعا النبي يوم بدر اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. فعلم الدعوه. لا تدعو على نفسك لا تدعو على اهلك لا تدعو على مالك لا تدعو على خدمك لا تدعو على مواشيك. هكذا قال الرسول لا تدعو على اموالكم ولا على اولادكم ولا على مواشيكم ولا على خدمكم ولا على انفسكم. لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. أختم بأنه من الأبواب في أبواب الدعاء الباب طويل لا نستطيع الإتيان عليه لكن التراجع عن الدعاء. هب أنني دعوت دعوة ووجدت نفسي أخطأت ابني أغضبني فدعوت عليه أو حصل شيء دعوت على نفسي يجوز أن نتراجع في الدعاء. ما الدليل على التراجع في الدعاء؟ أولا الله قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني إذا ربنا استجاب للناس كل الناس ستموت إذا استجاب لهم كل شيء يدعو به. فالتراجع في الدعاء عليه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا انت دعوت على زوجتك اللهم افعل بها وافعل هدأت ابتعد بعيدا قل يا رب لا تستجب دعوتي لا تستجب دعوتي في زوجتي. ما الدليل على هذا التراجع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له يا رب العالمين. وإبراهيم الخليل عليه السلام لما دعا لأبيه واغفر لأبي إنه كان من الضالين ومات أبوه على الكفر قال تعالى في كتابه الكريم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أيضا هذا نوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال مستدركا سائلا الله أن يحفظه ربي إني أعوذ بك ألجأ إليك يا رب كي تحفظني وتسلمني من الجهل من أن أسأل ما ليس لي به علم. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أيها الإخوة احفظوا ألسنتكم من الدعاء على النفس أو احفظوا ألسنتكم من لعن الناس احفظوا ألسنتكم مما يجلب لكم مساخط الله عليكم. كونوا طيبين فإن إن الطيبين والطيبات الحمد لله أدعيتهم أقرب إلى القبول بإذن الله
عليكم أن تحبوا الخير للناس. أعجبني أثر عن ابن عباس أحب أن أذكر به نفسي وإخواني مرة بعد مرة. ابن عباس من آل بيت النبوة الطاهر الكريم، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مهابا، لكن أهل الجاهل لا يبالون بالمهاب ولا بالعالم ولا بغير العالم. سبه رجل، فماذا كان موقف ابن عباس لما سبه الرجل؟ قال: يا فلان لم تشتمني؟ بكل أدب: والله إن في لثلاث خصال أحببت أن تكون في كل مسلم. قال: وما هي؟ قال: والله ما رأيت سحابة توشك أن تمطر إلا وسعدت بأنها ستمطر. والله ليست لي أرض تسقى، ولكن أفرح لسعادة المسلمين. والله ما سمعت عن قاض يعدل في القضية إلا وفرحت وسعدت بوجود القاضي الذي يعدل في القضية، مع أني والله ليست لي عنده قضية تنظر. والله ما مررت على آية من كتاب الله إلا وآتاني فيها فهما، أحب أن يفهمها الناس كلهم. الشاهد من هذا حبه الخير للناس. فعليكم بالدعاء الطيب: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله أن يحفظ هذا المجلس وأهل بيت هذا المجلس، وأن يحفظ الوالد الكريم الشيخ محمد بن فضل، وأخي الكريم الدكتور صالح بن فضل، وأهل بيته والحضور جميعا، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ عليها أمنها وإيمانها، وأن يحفظ قادتها من الشياطين، شياطين الإنس والجن، وأن يجعلها دائما وأبدا قائمة بكتاب الله، قائمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم وإياكم، الله يبارك فيكم، وإياكم الله يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله للوالد الكريم كلمته الطيبة التي حركت مشاعرنا، وشكر الله فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي على هذا الإبحار الإيماني في الدعاء وآفاقه. وحتى لا أطيل عليكم وأترك المجال لإخواني الفضلاء للحديث، فقد اخترت لكم موضوعاً سأركزه في نقاط ولن أستطرد، وهو موضوع جدير بالدراسة لأنه يهم كل مسلم. أولاً أحمد ربي جل وعلا أن جمعنا هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا واحداً واحداً الصدق والإخلاص. آمين يا رب. وأن يبارك لنا ولجميع المسلمين في أبنائهم وبناتهم، وأن ينبتهم لهم نباتاً حسناً. موضوعي معكم أيها الفضلاء: كيف تنجح في تربية أولادك؟ كيف تنجح في تربية أولادك؟ لأن أعظم مشروع وأربحه هو ولد صالح يبرك في حياتك ويدعو لك بعد مماتك، وتكون أعماله كلها في ميزان حسناتك، لا سيما إذا وجهته إلى الخير والطاعة والإيمان. كيف تنجح في تربية ولدك؟ بقاعدة يسيرة سهلة، وهي النظر إلى المؤثرات الإيجابية والسلبية، وجعل جميع المؤثرات إيجابية واقع لا بد أن نعترف به. أحصيت المؤثرات على أبنائنا، وجدتها ستة.
الأب، الأم، الأصدقاء، المجتمع، المدرسة، وأخرت أهمها إلى آخرها، وهي وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المؤثرات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. المطلوب منك أن تحول المؤثر السلبي إلى مؤثر إيجابي فقط. نبدأ بالمؤثر الأول، الأب. الله عز وجل أشار إلى ذلك في القرآن، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم نجنا من النار يا رب. الوالد يجب أن يكون مؤثرا إيجابيا في حياة أولاده، وألخص ذلك في نقاط. أولا، أن يكون قدوة. لا يمكن أن يشرب دخانا ويقول الولد لا تشرب حتى لو قال له. لا يمكن أن يهمل في الصلاة فيراه ولده قدوة في ترك الصلاة والولد سيصلي. أولا، أن يكون الأب قدوة في عباداته، في معاملاته، في أخلاقه. ثانيا، لابد أن يكون الوالد إيجابيا في توجيهاته. إذا وجد الرجل ابنه على سلبية من السلبيات لابد أن يوجه. وكيفية التوجيه ينبغي أن تكون بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. ولذلك لا يلجأ إلى الضرب، لا يلجأ إلى العنف، لا يلجأ إليك إلا بعد انتهاء مرحلة الرفق، قد تستغرق سنة أو سنتين أو ثلاثا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. كم سنة من الرفق؟ 3 سنوات كاملة من الرفق واللين. إذن لابد أن يكون الوالد قدوة في عباداته، قدوة في معاملاته، ولا بد أن يكون إيجابيا أيضا في توجيهه. لفتة: بعض الناس يغرس في أبنائه أن الدنيا أهم من الآخرة وإن لم يشعر، وأن الدراسة أهم من الصلاة وإن لم يشعر. بمعنى أن ابنه إذا سهر ليلة وأراد أن يوقظه لصلاة الفجر فوجده متعبا يتركه ويلتمس له الأعذار، فإن الولد قد سهر في المذاكرة وغيره. أما يوم الاختبار: قم يا ولدي تعبان، لا بد أن يظل خلفه حتى يوقظه بأي وسيلة، لأنه اختبار، لو تركه سيرصد في الثانوية أو الجامعة أو غيرها. فهذا يغرس في ولده أن الدنيا والاختبارات والأموال والوظائف أهم بكثير من صلاة الفجر. مهما نصحه فإنه لم يكن أبا إيجابيا قط. إذن لابد أن يكون المؤثر الأول وهو الأب إيجابيا، وأترك لكم هذا الأمر لتتوسعوا فيه، فهو جدير بالدراسة. المؤثر الثاني، الأم الحنون، التي يأخذ الولد من حنانها مع أخلاقها ما يأخذ، شاء أم أبى. لابد أن تكون الأم قدوة ومؤثرا إيجابيا في حياة أبنائها وبناتها. لابد أن تكون محجبة كي تكون ابنتها محجبة أيضا. لابد أن تكون إيجابية في القدوة، إيجابية في التوجيه، إيجابية في العبادة، إيجابية في المعاملة، إيجابية في الأخلاق. إذا أردت أن تعاتب زوجتك فلا ترفع صوتك عليها أمام الأبناء حتى ولو كانوا رضع، فإنهم يخزنون ذلك في الذاكرة.
خذ زوجتك في غرفة أخرى وعاتبها ولا يكون ذلك أمام الأولاد. وأنت كذلك أيتها الزوجة الكريمة، إذا أردت أن تعاتبي زوجك فلا يكون أمام الأولاد. لابد أن نشعر أن معنا أبناء يقتبسون من أخلاقنا ومعاملاتنا، بل ومن قسمات وجوهنا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤثر الأول والثاني في رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيته. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسؤولية، وحمل الأمة المسؤولية أيضا. لا تقول أنا نصحت ابنتي عدة مرات فلم تتحجب، خلاص أنت مسؤولة. لا يقول أنا قلت الولد يصلي عدة مرات فلم يصلي، أنت مسؤول. حملك النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية. المؤثر الثالث أيها الأحباب، الأصدقاء. هذا المؤثر يجب أن تجعله إيجابياً. فانظر إلى أصدقاء أبنائك، أصدقاء ولدك الإيجابيين الصالحين، حثه على أن يكون معهم، والسلبيين حاول أن تبعده عنهم بالإقناع أو أن تجعله يؤثر فيهم إيجابياً ويكون داعية. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المؤثر، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بسند حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن المؤمن إذا رآك على خير أعانك، وإذا رآك على شر حذرك. ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن التقي إذا أعطيته كثيرا شكر، وإذا قدمت إليه قليلا ستر. أما غير التقي إذا قدمت له كثيرا حسد، وإذا قدمت له قليلا فضح. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا المؤثر الثالث، الصديق. كما في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وأنتم تحفظون الحديث. فاجعل ولدك يعيش بين حاملي المسك، أي الأصدقاء الصالحين الذين يحافظون على صلاة الجماعة ويقرؤون القرآن ويخافون الله عز وجل. المؤثر الرابع، المجتمع. المجتمع الذي تعيش أنت فيه، إذا وجدت القرية أو المدينة أو الحي الذي تعيش فيه يؤثر سلبيا على ولدك، قم وحاول أن تنتقل من هذا المجتمع إلى مجتمع آخر، إلى حي آخر، إلى قرية أخرى، إلى مدينة أخرى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المؤثر وهو المجتمع في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن الرجل لما قتل 99 نفسا وأكمل 100، ماذا قال له العالم؟ إنك في أرض سوء، اتركها واذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أناس يعبدون الله. أمره أن ينتقل من المجتمع السيء لأنه مؤثر سلبي إلى مجتمع إيماني لأنه مؤثر إيجابي. خامسا، المؤثر الخامس وهو الدراسة ودور التعليم. دور التعليم، ينبغي أن تختار لولدك المدارس التي تعلمه الدين مع العلم الموجود الآن، العلوم العصرية. لكن فقط العلوم العصرية دون الدين فقد ظلمت ولدك، فقد عققته، حتى لو صار من أعلم الناس بالدنيا وهو جاهل في الدين لا قيمة لهذا العلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المؤثر كما في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. إذن أي حلقات تعليم وأي مدارس
فيها ذكر الله تبارك وتعالى تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، أما الخالية من ذلك يتحصرون عليها، كما عند الترمذي بسند حسن: ما من مسلم يجلس مجلسا لا يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليهم القيمة ترة، أي حسرة ونقصة. المؤثر السادس والأخير: لأنني وجدت الصحون قد أتت والنفوس إلى الطعام قد اشتاقت، فأنا أختم بهذا المؤثر وإن كان هو أهمها، وأترك لكم المجال للتوسع فيه. ما هو وسائل التواصل؟ وسائل التواصل مفروضة علينا وعلى أبنائنا جميعا. لن تستطيع أن تفصل ولدك عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المطلوب منك أن تحول هذه الوسائل إلى من وسائل سلبية إلى وسائل إيجابية. والحمد لله، والله يا أخوانا الحمد لله، فإن هذه الأمة الإسلامية فيها مئات وملايين من البشر الذين يعملون جاهدين ليل نهار في الجهر أو الخفاء لإعلان هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى. ما من وسيلة من وسائل التواصل السلبية إلا وهناك وسائل من وسائل التواصل الإيجابية عوضا عنها كثير. أضرب لك مثالا: أشهر وسيلة استهوت أبناءنا في الألعاب ما هي؟ الببجي. تعرفون لعبة الببجي صح؟ قليل ممكن كبار في السن، الشباب يعرفونها. لعبة الببجي هذه يدخل فيلاعب الأولاد الموجودين من أي دولة في العالم، ويبدأ ممكن يلاعب بنات ويلاعب أبناء وكلام من هذا، ويتفاعل الولد، يعني أصبح الولد لا يشاهد فقط، مجرد يشاهد مثلا كرتون أو كذا، لا يلاعب ويتفاعل. الحمد لله الآن موجود ناس مسلمين يحبون هذا الدين، جعلوا لعبا تشابهها لكنها إسلامية، كلعبة الغزوات ولعبة الحروب الإسلامية، يتفاعل الولد معه ويأخذ أراضي ويكسب أراضي ويكون جيوش، وهذه الأشياء مع كثرة التسبيح والتهليل، هذا الجيش يكون بكم تسبيحة وهذا بكم تكبيرة وهذا بكم تهليلة، وهذا معروف الشباب يعرفونه جيدا، لا أريد أن أطيل فيه. يوتيوب عليه من الخيرات ما عليه، وعليه من الطاعات ومن الخير، وعليه من الشرور ما عليه. ما عليك إلا أن تعلم ولدك أن يأتي بالإعدادات ويضبط اليوتيوب الهاتف على البحث الآمن فقط ويتركه، فإذا غلبته نفسه يوما وأراد أن يدخل على موقع سيء لم يفتح له، مغلق، وغير ذلك من هذه الأشياء. إخواني، مع تطور الزمان كان الناس زمان يسألوننا: أريد أن أعمل صدقة جارية لوالدي، يقول له مصحف ابن مسجد، افعل كذا، اعمل ماء كذا. الآن هناك من وسائل من الصدقات الجارية العجيبة، من الصدقات الجارية العجيبة، مثلا هذه الصدقة التي فعلها أحد الصالحين وأنفق عليها ألوف الدولارات، حينما أخرج برنامج المصلي في يد أيديكم، في يد كثير منكم، المصلي صدقة جارية لصاحبه. أي إنسان في أي مكان من العالم يعرف القبلة ويعرف أقرب مسجد ويعرف أقرب مكان لأكل الحلال، هذا شعرنا به حينما كنا في بلاد غير المسلمين، حينما ندخل على البرنامج ونطلب أقرب مسجد يعطيك أقرب مسجد، أقرب مطعم حلال، حلال يعني في ذبح حلال، يعطيك إياه توجيهات القبلة، هذه صدقة جارية. الكتب الستة والكتب التسعة وغيرها وهذه البرامج الإسلامية من الصدقات الجاريات العجيبات. فأقول بفضل الله هناك كثير من البرامج الإسلامية التي يمكن أن توجه بها أولادك وأبنائك إلى الخير والطاعة. على كل حال أيها الأحباب الكرام، أقول لكم: أبناؤكم أمانة في أعناقكم، لكن عليك بالرفق. الولد الآن أصبح لا يتلقى أوامر من أبيه وأمه، ينبغي أن تقنعه، الإقناع، الإقناع، هدوء مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، وتبين لماذا تريد أن تأخذ بيده. وأنصح نفسي وإياكم أن تسمع ولدك دعوتك له: يا ابني اصحى لصلاة الفجر، اللهم ارضى على ابن فلان، يا رب اصحى يا ابني. هذه الدعوة إذا سمعها ابنك منك ازداد حبه لك وطاعته لك،
يا ابني لا تمشي مع فلان، يا رب اجعل ابني من الصالحين يا رب وأسعده في الدنيا والآخرة، وباسمه تدعو له. وأقول لك أيضا وأبوك إن كان على قيد الحياة أسمعه دعوتك، يا رب ارضى عن والدي يا رب، يا رب بارك لي في والدي يا رب وفي أمي يا رب. قل هكذا لأبيك وأمك ومد في أعمارهم على طاعتك ومرضاتك يا رب. هكذا نرجو أن يكون هناك تآلف بين الآباء والأبناء. شكر الله لكم جميعا، وأكرر الشكر للوالد الكريم ولفضل الشيخ مصطفى العدو ولكم جميعا أيها الفضلاء أيها الأجلاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك الصلاة والسلام. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. خير، بارك الله، حفظك الله ورعا، أكرمك الله. شكرا لك. أسئلة ولا إيه؟ أبو عبد الخالق حفظه الله يقول لو هناك أسئلة. في سؤال هنا أحد أن يطرحها. في سؤال هنا فضلت الشيخ. تفضل. تفضل. وياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ الكريم عن شخص أتى والمؤذن يؤذن فصلى السنة والمؤذن يؤذن، هل أصاب أم أن الاجتهاد الصحيح خلاف ذلك؟ الأظهر أن الأولى أن يردد ما يقوله المؤذن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالأولى من فقه المناسبات أن نختار لكل وقت عمله المناسب له. وهذه المسألة التي تفضل أخي الكريم بذكرها تندرج تحت فقه الأحوال وفقه المناسبات وفقه الأقوال، تحتاج إلى محاضرة موسعة. أشكر لك سؤالك، بارك الله فيك. نعم. يسأل أخي الدكتور سعيد حفظه الله عن ما إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب. هذه المسألة فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فلهذا قال بعض العلماء: تستحب تحية المسجد والإمام يخطب. قالت قلة من العلماء: إن هذا كان لإشعار الناس بفقر سليك الغطفاني حتى يتفطنوا له ويتصدقوا عليه، لكن لا مستند لهذا الكلام. والرواية الأخرى العامة تعزز القول الأول، ألا وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والله أعلم. الله يبارك فيك. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أبغى أسأل الشيخ عن مسؤولية الآباء إلى متى؟ لا أنت اللي أنت بدأت. خذ إلى متى إلى أي سن يستمر الأب مسؤول عن الأبناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا الكريم يسأل فضل الشيخ مصطفى العفوي والفهم، الله يغفر لك، إلى أي سن يظل الوالد مسؤولا عن أبنائه؟ تفضل فضل الشيخ. الله يغفر لنا ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسأل عنه حتى بعد الزواج. ولا يخفى عليك أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عنه عفوا وعن ولده عبد الله، لما زوج ابنه عمرو عبد الله بن عمرو ببنت ذات نسب، كان يسألها: كيف حال ولدي عبد الله معك؟ كيف حال ابني عبد الله معك؟ فكانت تقول: رجل صالح يقوم الليل ويصوم النهار. فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفطن إلى أنه لا يعطي الزوجة حقها. وأيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها. يكرهها لماذا؟ لأن الشراح يقولون كادت أن تشغل ابن عمر عن الجماعات من حبه الزائد لها، كادت أن، فأمر عمر بطلاقها فأبى، فرفعه عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطع أباك. فالمسؤولية مستمرة حتى ولو بعد الزواج. ولا أخفى عليك أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى حفصة رضي الله عنها وقال لها: يا حفصة، سليني من مالي ما شئت، ولا تستكثري سؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى عليك يا بني أن يغضب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب ربنا لغضب نبيه فتهلكي. كان يتفقدها ويرعاها. وأبو بكر كذلك أحيانا كان يؤدب ابنته وهي عند رسول الله، أتاها والرسول نائم على وضع رجله رأسه على فخذها، وهو يضربها يجأها ويقول: حبست الناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. وإسماعيل عليه السلام أيضا في هذا الصدد، الخليل لما ذهب إلى مكة يتفقد أحواله أوصى المرأة: قولي لزوجك أتاك رجل شيخ كبير يوصيك، يقرئك السلام ويقول لك: غير عتبة بابك. فالنصح مستمر، النصح مستمر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي كتاب ربنا: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، ويلك آمن، إن وعد الله حق. فالشاهد أن الشخص يستمر في النصح والتذكير دائما، والله أعلم. تفضل تفضل. بالنسبة للأبناء لا شك أنها يعني مسألة كبيرة وصعبة، لكن باختصار كيف ننمي الرقابة الذاتية عند الأبناء في وجود وسائل التواصل؟ كيف ننمي الرقابة الذاتية عند الأولاد في وجود وسائل التواصل؟ أقول لك بارك الله فيك: أولا، لا بد أن تعلم أن المحفوظ من حفظه الله، فيلزمك أن تسأل الله هداية أولادك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأصلح لي في ذريتي. لا بد من هذا التأسيس يوميا، تدعو بهذه الأدعية: وأصلح لي في ذريتي، أصلح لي، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ثم انظر إلى كتاب الله تجد كيف ولقمان عليه السلام علم ابنه هذا الأصل الذي تسأل عنه، وهو مراقبة الله. فيقول لولدي في الوصايا في الموعظة: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فعلمه أن الله يراقبه في أي مكان كنت يا بني. إذا دخلت غرفة وأغلقت على نفسك
الغرفة وسترت الأبواب الله يراك يا بني. إنها قال فريق من المفسرين المعمولة من حسنة أو سيئة، إن كانت في صغرها يا بني مثقال حبة، وأنت عملتها في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب يأتي بها الله يوفيك الله بها. فعلمه المراقبة، وما أكثر آيات المراقبة في كتاب الله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فعلموا هذا الأصل يا بني، الله رقيب، الله سميع، الله بصير. يا بني عينك ستشهد عليك يوم القيامة، عينك التي تتصفح بها الهاتف ستشهد عليك يوم القيامة، لسانك الذي تخاطب به البنات وتغازلهن به أول شاهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، رجلك ستشهد عليك. فتعليمهم مراقبة الله وأن الجوارح تشهد عليهم أصل عظيم من أفضل الأصول، ولذا تكرر التذكير به لا أقول في عشرات الآيات بل في مئات الآيات. إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتعليمهم مراقبة الله، ولو أخذ منك هذا سنوات، علمهم مراقبة الله وأنت تتعلمه أيضا. أنا وأنت نتعلمها كبارا وصغارا، نتعلم مراقبة الله ونعلم أبناءنا ذلك، علمه أن الرقابة شديدة، الرقابة شديدة من الله سبحانه وتعالى، وثم ملائكة شهود والجوارح تشهد. هذه تأتي بجدوى بإذن الله إذا شرح الله صدره لهذه الآيات. اطمئن على ابنك والقي في أي مكان فالله يحفظه بإذن الله. يوسف الصديق من الذي حفظه في السجن مع السكير والعربيد إلا مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ والله أعلم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوتان قلما ترد عند النداء وعند الأذان، هل المقصود عند النداء أثناء الأذان عند إقامة الصلاة أثناء الأذان بين جمل الأذان أو بعد مباشرة أو قبله؟ سؤال من الأخير عذرا، يا يسأل عن حديث دعوتان لا تردان عند الأذان وعند إقامة الصف. الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه أكثرهم، ولكن على فرض تحسينه فالأثبت أنه الدعاء عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة، والله أعلم. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد حتى آخر مفتقين غير الذي يذكره، وقال ثنتان لا تردان. لا، حديث الأذان لا يرد بين الدعاء والإقامة، فادعوا ثابت، ثابت صحيح. وإياكم. بارك الله فيكم وشكر الله لأبي عبد الخالق كرمه وحسن ضيافته، أخلف الله عليه بكل خير، وجعلنا الله إياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.